عندما تتكلم عنه هو منطق وواقع، وطبعا سوريا تحرم وتواجه كل هذه المواضيع نحن نسلم بها جدلا، ولكن ما هو ما يؤخذ عليكم كسوريين كدولة سورية أن لا سلطة لكم على إيران وما يصفونه بميليشيات إيران في سوريا. يعني أنت قادر تسيطر على السوريين وعلى الأماكن السورية وعلى الجيش السوري وعلى المعابر السورية، ولكن يقال دائما أنكم لا تستطيعون السيطرة على ما يعرف اليوم في سوريا أو ما يصفونه بالميليشيات الإيرانية الموجودة والمتحكمة بعدد كبير من المعابر السورية وبالمناطق السورية. ما هو تعليقكم على هذا الاتهام؟ اسمح لي برضو ما يسمى بالميليشيات الإيرانية أو بالتواجد الإيراني، هناك تواجد إيراني رسمي ومعروف نحن بالنسبة لنا. نعم أستاذ خليل، كان بدك تعطي تعليق تفضل، لكن رجع معنا. يعني أنا هنا أدافع عن ما قاله وزير الداخلية وباعتراف من الزميل المحترم بأن الحدود لا تسيطر عليها السلطات السورية، والذي يسيطر عليها باعتراف الزميل المحترم أن ما يسيطر على هذه الحدود هي ميليشيات غير خاضعة للحكومة السورية. ولكن أستاذ خليل، أستاذ خليل ولكن الأستاذ عزوز أشار إلى أن هناك فصائل إرهابية وصفها وتابعة لفصائل إرهابية خارج السيطرة السورية، ولكن أنتم كأردنيين توجهتم إلى أنها هذه ميليشيات إيرانية كما وصفتموها. يعني هو يقول إن الإرهابيين هم الذين يسيطرون، وأنتم تؤكدون أنها ميليشيات إيران من يسيطر. من سنصدق؟ ما يسيطر نعم هي الميليشيات الإيرانية أو الأحزاب التابعة لإيران، وهذا واضح ومعروف لدى جميع للجميع بأنها خاضعة للسيطرة الإيرانية هذه الحدود. وبالتالي لا تستبعد يا أخي يا زميل المحترم ما قاله الوزير. الوزير يريد أن يدافع عن وطنه ويريد عن لقد سمعت عن الحوادث الأخيرة على الحدود التي تم استشهاد أكثر من فرد من أفراد القوات المسلحة الأردنية، وتم إسقاط الكثير من البالونات وتم إسقاط الكثير من الطائرات المسيرة. يعني الفترة الأخيرة زادت زيادة كبيرة وملموسة. فوزير الداخلية نطق بالواقع وبالحقيقة، وقد أنت أكدتها يا زميلي المحترم، الذين نحن نريد أن نرى سوريا القديمة، سوريا التي تسيطر على كل حدودها، وقد ذهب عنها كل التدخلات الأجنبية وكل القوى الأجنبية. نريد أن نرى سوريا الحرة اللي كلنا نعتقد بأن حدودها آمنة، ليس كمثل هذه الأيام الأخيرة التي تسيطر عليها. وباعترافك الشخصي يا زميل المحترم أن ما يسيطر على هذه الحدود هي ميليشيات وأحزاب تابعة لإيران. تعليق أخير أستاذ فيصل إذا أمكن. أستاذ طوني، كان الحديث إلي وأخذه دون لأنه انقطع. لا لا عفوا، لأنه انقطع الإرسال عندك، بس مشان يعني هيك تفضل. عشان الزملاء بيكونوا على بعض. يا أستاذ طوني، أنتم وهم يعرفون تماما ما هو الواقع الموجود في سوريا. إذا كانوا يعرفون أماكن وتواجد هذه الميليشيات وأماكن تصنيع المخدرات، ونحن سمحنا لهم وبطائرات الأردن، لأننا نحن أيضا ليس فقط الوزير الذي يدافع عن الأردن، نحن كلنا مع الأردن، مع الشعب الأردني. لكن أيضا لا ننسى أبدا أن الأردن يرتبط باتفاقات معينة، وقد يكون هناك توجه لدى للضغط على سوريا بمثل هذه التصريحات. أستاذ طوني، مئات السيارات الشاحنة، مئات أقول، وأذهب يا زميلي إلى الحدود الأردنية وشاهد عدد السيارات المتوقفة، وكم هناك يتم تخريب جميع موجودات هذه السيارات تحت حجة التفتيش عن المخدرات. أنا ليس من غير المعقول ما قاله وزير الداخلية أنه كل السيارات تحمل مخدرات إلى أن يثبت العكس. مئات السيارات الذاهبة إلى دول الخليج تحمل الفواكه والحمضيات تتوقف، وربما
أكثر من 10 أيام حتى يتم تفتيشها تحت هذا الشعار. هي حالة من حالة الضغط على سوريا، وأنا أعتبر كلام السيد وزير كلام استفزازي وفي غير مكانه على سوريا التي تكون كل احترام. وسوريا سوريا لا تنسى أبدا وقفة الفزعة الإنسانية التي وقفها الشعب الأردني يوم الزلزال، وأيضا لن ننسى وقفة الشعب السوري مع الأردن أيام الملك رحمه الله الملك حسين ومد الأردن بالأردن اللي بالمياه اللي هي من مياه سوريا. نحن والأردن شعب واحد، شعب محب لبعضنا، الله يديم المحبة. ربما الاتفاقيات التي ترتبط بها الأردن تحكم عليها أن تتصرف بتصرفات غير ودية. شكرا لك استاذ فيصل العزوز. كلمة أخيرة بس استاذ خليل، ما عاد عندي وقت، تفضل دقيقة بس. ثواني كمان يعني أنا أشكرك على هذه الروح العروبية زميلي المحترم، ونحن مع سوريا، نحب سوريا ونحب أهلها ونحب شعبها، ونتمنى الرخاء وأن تستطيع الإخوان السوريين أن يسيطروا على الحدود السورية بسيطرة السيطرة الكاملة، وأن يتم طرد كل الدخلاء الذين عبثوا في سوريا وبأمنها، ونحن نقف مع سوريا موقف الأخ مع أخوه. شكرا لأنكم أخوة لنا، نحترمكم. شكرا لك أستاذ، يجب ضبط هذه الحدود بشكل. شكرا لك أستاذ خليل عطية عضو مجلس النواب الأردني، وشكرا أيضا لعضو مجلس الشعب السوري الأستاذ فيصل عزوز.